أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تشغيل كوبري الفنجري الجنوبي كمرحلة أولى من تطوير محور الفنجري تجريبياً، موضحاً أن تكلفة هذه المرحلة تقدر ب 275 مليون جنيه، وقد قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير متمثلاً في جهاز تعمير القاهرة الكبرى. يقع كوبري الفنجري الجنوبي ضمن المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجري، والمخطط استكماله ليكون محوراً عرضياً رئيسياً لمحافظة القاهرة للربط ما بين محور روض الفرج غرباً ومحور المشير في التجمع الخامس شرقاً، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتخفيف العبء المروري على المحاور الطولية بالقاهرة وتقليل زمن ومسافة الرحلات بين شرق القاهرة الكبرى وغربها. يبلغ طول محور الفنجري 1487 مترا طوليا بمتوسط عرض 23 مترا، وقد تم تصميمه ليشتمل على منزل ومطلع في اتجاه إسماعيل الفنجري، ومنزل ومطلع في اتجاه المخيم الدائم، ومنزل بطريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى أعمال تحويلات المرافق وارتداد أسوار قاعة المؤتمرات استاد القاهرة وأرض المعارض المواجهة للكوبري، كما تم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالشوارع المحيطة. مرة تانية مع كل مشاهدينا، ونواصل لقائنا مع حضراتكم وحديثنا في الفقرة دي عن كوبري الفنجري. والحقيقة ان هو الهدف منه مش بس ان هو كوبري يحل مشكلة تكدس مرور، الهدف اعمق واكبر بكتير. تفاصيل اكتر عن محور الفنجري من خلال لقائنا مع سيادة اللواء المهندس محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وطبعا يعني حضرتك قبل يعني ما ندخل على الهواء كنت بتكلمنا عن سياسة عامة في الطرق في مصر وتطوير الطرق، بيقع في القلب منها كوبري الفنجري اللي هو ليس مجرد كوبري كما ذكرت هند، ولكن له أهداف أكبر من كده. الهدف الأساسي من الاهتمام بكوبري الفنجري وإنشاؤه بهذه الطريقة إيه؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط. هو كوبري الفنجري حاليا طبعا طبقا للمارين او المواطنين هو بيعالج طبعا مشكله او كثافات مروريه رهيبه في المنطقه دي، وخاصه ان هو بيعدي تقاطع شارع ممدوح سالم مع طريق النصر، وبينزل على شارع المخيم الدايم، وفي نازله ليه على طريق النصر على الاوتوستراد. هو بيحل كثافات مروريه رهيبه في المنطقه دي، دي حقيقه فعلا. ولكن زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي هو الموضوع اعمق من كده، ان سياده الرئيس او القياده السياسيه كانت اتكلمت في الموضوع ده وقالت ان احنا هنعمل شبكه طرق عشان تربط مصر. طيب هنربطها ازاي؟ انا النهارده بنقول محور رود الفرج، محور رود الفرج ده احنا شغالين فيه حاليا، وافتتحت المرحله الاولى منه، وده جاي من عند الكيلو 39 علامه الكيلو 39 700 على طريق اسكندريه الصحراوي، وداخل وده محور موازي لمحور يوليو ومحور والطريق الدائري موازي ليه. طيب هو الطريق ده بياخد منين؟ هو جايب النهارده من طريق اسكندريه الصحراوي، يعني بمعنى اصح جايب من مطروح والعالمين المنطقه الغربيه، نزل على اسكندريه الصحراوي، اخذني محور رود الفرج، مشي لغايه ما دخلنا عند جزيره الوراق، عدينا النيل بكوبري، وده احنا شغالين فيه دلوقتي، وان شاء الله الناس هتشوف بانوراما لما يفتتح هذا المشروع. بنخش عند منطقه الخلفاوي، شارع دولتيان، ثم بنعدي تقاطع شارع شبرا مع احمد حلمي، فالزاويه الحمراء لغايه حدائق القبه، من حدائق القبه هنعمل كوبري معلق لغايه ما نوصل للفنجري. احنا وصلنا للفنجري اهو، شفت بقى؟ يبقى بس وصلنا له بدايه بقى من مطروح لغايه استلمنا من كوبري القبه لغايه الفنجري. هنعمل نفق بعد الفنجري عند الامن الوطني، نفق هيبقى هام جدا وحيوي. النفق ده بيطلع على لغايه شارع المشير، محور المشير، ومن محور المشير للقاهره الجديده، ثم العاصمه الاداريه الجديده، ثم الزعفرانه، ثم جنوب الوادي في صعيد مصر. إذا ده طريق قومي
ده طريق طبعاً. ده شريان كبير أساسي. قوي قوي قوي. احنا النهارده بنقول دي خطوه، كوبري الفنجري ده خطوه حاليا زي ما قلت في بدايه كلامي ان هو بيحل ازمه مروريه او بيحل تقاطع ممدوح سالم وطريق النصر للناس المارين في المنطقه دي، ولكن الفكر السياسي هو اعمق من كده بكتير، فكرة اعمق من كده بكتير، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونستكمل باذن الله المشروع. واحنا هنبدا فورا بعد ان شاء الله كوبري الفنجري تم تشغيله تشغيل تجريبي ولاقى استحسان من ناس كتير يعني في التعامل معاه، وان شاء الله هنبدا المرحله فورا اللي بعدها الى استكمال المحور باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني حضرتك بتتكلم على هدف استراتيجي ويعني عمق اكبر بكتير من هو فكره انه كوبري بيخدم منطقه وبيفك تكدس فيها. منظومة الطرق أو شبكة الطرق اللي هتربط الشمال بالجنوب واللي هتسهل إن يبقى فيه تنمية في الصعيد، متوقع إنها تخلص في خلال قد إيه يا فندم؟ هقول لحضرتك، إحنا برضو حضرتك أثرت نقطة كويسة قوي. إحنا كان الفكر بتاعنا برضو قبل كده لما الناس اتكلمت على تهميش الصعيد وتهميش جنوب الوادي بصفة عامة، وإن يعني المستوى المعيشي عندهم، الرئيس النهارده فكر يعني أو القيادة السياسية القيادة عامة النهارده الفكر بقى استراتيجي او فكر كبير اوسع شويه. انا هضرب لك مثل صغير قوي قوي قوي. سيوه كلنا نسمع سيوه ونسمع الخيرات اللي موجوده في سيوه. النهارده عشان تنقلي النهارده اي حاجه من سيوه، لو احنا بنتكلم على صادرات، حضرتك بتطلعي من سيوه 320 او 340 كيلو لغايه ما تروح وبتمشي لغايه ما توصلي للقاهره، وبعد كده بتنزلي لغايه سفاجه مثلا لغايه المينا عشان تنقلي. احنا بنتكلم في حوالي 1400 كيلو. لما يتعمل طريق النهارده اتعمل فعلا، واحنا شغالين فيه، جهاز التعمير شغال في طريق دلوقتي من بيروت للفرافره، بيروت دي اللي هي عند اسيوط، هي اسيوط للفرافره، بنتكلم 290 كيلو. احنا بنقول 1400 كيلو يعني نختصر مصر اسكندريه 290 كيلو. وفي طريق تاني اسمه بني مزار البويطي بيربط، يعني احنا النهارده في شبكه طرق عرضيه عرضيه في اتجاه المنطقه، يعني وانت ماشيه في اتجاه الغرب عشان تجيب الخيرات دي، عشان نبدا نعمل او زي ما الرئيس بيتكلم على التنميه المستدامه التنميه الفعليه، نزود الصادرات المصريه. هو بيعمل شبكه طرق والرئيس عامل فيديو كده قال هعمل شبكه طرق هتربط مصر. دي حقيقه، دي حقيقه وده واقع. احنا حاليا شغالين يعني برضو عشان يعني الكلام على فكره مش احلام، ده في واقع. احنا شغالين النهارده والناس برضو هتفاجئ في خلال اشهر قليله ان في طرق عرضيه تم افتتاحها، وطبعا دي من شانها حاجات كتير قوي. احنا عايزين نتكلم عن الطرق العرضيه دي، مهمه جدا لان سمعنا كتير عن مشروعات تنمويه بخلاف الطرق، بتتكلم عن ان مصر لازم يكون فيها امتداد بدل ما هي يعني من الوادي للدلتا طوليه فقط. احنا عاوزين نعمل اما حاجه موازيه طوليه في الصحراء الشرقيه والغربيه واما طرق عرضيه زي ما حضرتك ذكرت. دي فيها تحدي اكبر لان الطبيعه الصحراويه ربما هناك اصعب بكتير، لكن هتؤدي لنتائج مهمه. ابرز النقاط اللي انتوا حددتوها عشان تعملوا فيها الطرق دي ايه وبتستهدف ايه؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انا كنت ضربت مثل قبل كده والموضوع ده واقعي قوي. النهارده لو واحد سايب شقته 30 سنه خلاص ومقفلها كويس قبل ما يمشي، الشيء الطبيعي انه يرجع بعد 30 سنه اللي فيها فران. صح؟ كلت السلك ودخلت وكلت الشيش ودخلت جوه الشقه. لان ده مكان مهمل. لما هيقعد ويعمر الفران تطلع بره. طبعا. طبعا تعرفوا انا قصدي ايه بالفران. طبعا. ماشي؟ النهارده لما يتعمل شبكه طرق في منطقه في الصحراء الغربيه، اولا في عندي خيرات في المنطقه دي غير عاديه، خيرات غير عاديه. مشكلتي في التنميه ان انا اطلع منتج، النقل بتاعه ده فلوس، فلوس. لما امشي 1000 كيلو غير ما امشي 200 كيلو غير ما امشي 300 كيلو، انه بيأثر على ثمن السلعه او التكلفه، تمام؟ الحاجه الثانيه بترفع قيمه الاراضي يمين وشمال المنطقه، لما بيكون عندي في طريق قومي او طريق حيوي فبيرفع الاراضي، فبالتالي اقدر اعمل تنميه على يمين وشمال الطرق دي. الحاجه الثالثه والمهمه ان الناس بتاعت جنوب الوادي انا مش محتاج ان انا اقول لهم كلام، يعني مش محتاج اقول له لا ده انت في دماغي، ده انت ده هعمل لك مباشره. ده هو فعلا لقى ان المسافه ان هو يقطعها من بيروت مثلا من اسيوط عشان يخش يشتغل في الاتجاه ده اقرب من انه يطلع القاهره. وطبعا حضرتك كمان بتقلل بشكل كبير قوي الهجره الداخليه، فالتكدس كمان في العاصمه بيقل وفرص التنميه وفرص الاستثمار بتزيد. بالظبط كده، يعني هي دي الفكر الاستراتيجي بتاع محاور التنميه، واللي ان شاء الله الرئيس وعد بيه وهو بينفذه فعلا على ارض الواقع.
وهو مش كلام، هو الرئيس بيفاجئنا كل فتره بان في مشروع اهو. الناس حتى ممكن يعني في ناس عايشه في القاهره ما تعرفش ان في حاجه اسمها حرب الفنجري ده، هم بيعدوا من عليه. هم يعني لما بيتم افتتاحه الناس بتبتدي بقى، لكن هو فعلا الرئيس ما بيتكلمش عن حاجه غير لما بيتم افتتاحها فعليا. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه. وانا برضو كان يعني كنت عايز اكد، والحمد لله اكدت، ان الموضوع لا يقتصر على كونه كوبري بيحل اشاره مروريه ابدا. يعني ده بس برضه احنا عاوزين نتكلم عن الكوبري ككوبري دلوقتي للناس القاطنه في المنطقه دي واللي هتبقى سعيده جدا بيه. نتكلم عن التقسيم بتاعه على المرور على الكوبري، يعني تصوركم للكوبري ده وازاي انشاتوه على طراز ايه او شكل ايه؟ هو الكوبري طبعا هو كوبري يعتبر في الدور الثالث، يعني هو كوبري عالي الناس يعني شايفاه عالي. الكوبري ده جايب من نزله كوبري الفنجري القديم، وبيطلع من قبل شارع ممدوح سالم، بيطلع فوق بيعدي تقاطع ممدوح سالم، والتقاطع ده كان تقاطع مزعج قوي في الفتره اللي فاتت دي، وبيعدي تقاطع النصر في نزله على شارع النصر على طريق الاوتوستراد عند جامعه الازهر، واول راغب ان هو يكمل على طول عند الامن الوطني، فبينزل في نزله عند الامن الوطني قدام. وبرده عدينا المشكله بتاعه تقاء الاوتوستراد لان هي بتبقى يعني مزعجه جدا جدا. يعني المرحله الجايه ان شاء الله في بعد النزله بتاعه طريق المخيم الداين بيتعمل نفق عند الامن الوطني قدام الامن الوطني. النفق ده ان شاء الله هنبدا هنشرع في تنفيذه باذن الله. ده اللي هو هيطلعنا بعد كده في اتجاه محور المشير عشان احل برضو المشكله اللي موجوده هناك اللي عند منطقه الامن الوطني. ده طبعا هو حل كثافات مروريه حاليا لا كثافات مروريه رهيبه في منطقه فعلا كان فيها تكدس جامد قوي قوي. طيب السادة المواطنين كمان يا فندم يهمهم سلامة الطريق أول حاجة، لأنه زي ما حضرتك بتقول ده كوبري عالي جدا، واللي بيعدي أنا يعني عديت من كام يوم بصيت يا نهار أبيض ده يعني رعب الواحد اللي يمشي فوق ده. هو سلامة الطريق زائد صيانة الطريق، لأنه دايما مشكلتنا بتبقى في الصيانة بعد كده، نعمل طرق جميلة جدا وتترك. لا هو بص حضرتك، هو الكوبري ده اتعمل بتصميم عالي قوي قوي قوي، شركة محترمة نفذت الكوبري، استشاري كان متابع، جهاز تعمير الطائرة الكبرى معروف عنه ان هو يعني جهاز المهام الصعبة، ينفذ المشاريع القومية او على المستوى اللائق اللي يليق بمصر وبسمعة مصر. فالناحية السلامة الإنشائية للكوبري طبعا هي مدروسة ومحسوبة، سواء في الكيرف بتاع الدورانات والكلام ده كله كلام معمول حسابه. يعني انا بطمن الناس، هو معمول باسلوب كويس، التخطيط بتاعه كويس جدا جدا. هو عالي ولكن المنزل الاسلوب بتاعه سواء في النزله على الاوتوستراد او الطلعه من عند كوبري الفنجري مريحه وكويسه. ان شاء الله الناس يعني اللي يحس بارتفاعه اللي تحت، لكن اللي فوق مش هيحس. لا 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 لا، الكوبري طبعا الحرارات المريه بتاعته عاليه كويسه قوي. فتسمح بكم كم حاره من الحارات موجوده في الكوبري؟ ست حارات مروريه. لا الكوبري كبير وعالي ومحترم. احنا ان شاء الله المرحله الجايه باذن الله هنبدا في حتتين. الحته الاولانيه ان انا هعمل النفق اللي هو او نفقين بمعنى اصح، اللي هو عند نزله المخيم شارع المخيم الدايم، والمرحله الثانيه هنعمل توسعه الكوبري الفنجري الحالي. وده اللي احنا هنبدا فيه. ان الكوبري الفنجري الحالي اللي هو موجود حاليا اللي هو بيعدي صلاح سالم وبيمشي اتجاه حدائق القبه او كوبري القبه، ده هيبقى اتجاهه جاي بس، الكوبري ده كله هيبقى جاي بس، وهيتعمل كوبري جنبي من اتجاه فتح الله او التامينات والمعاشات القوات المسلحه، وهناخد جزء من المنطقه دي وهنعمل كوبري تاني هيبقى اتجاهه رايح بس، بزود حارات مروريه. زي ما انا قلت القصه برضو مش ان انا اعمل توسعه الكوبري الفنجري الحالي، القصه ان انا بقول ده امتداد لمحور رود الفرج كمحور حر. محور حر يعني ايه؟ يعني محور هاي واي ليه كثافات مروريه وليه سرعات عاليه. بس فهو ان شاء الله هنعمل توسعه الكوبري الفنجري والناس هتشوفها ان شاء الله. واعتقد الناس فهمت دلوقتي احنا ليه هنوسع الفنجري؟ احنا عليه عملنا كوبري الفنجري الجديد، احنا ليه بنعمل نفق؟ احنا الكلام ده كله. طبعا حجم الانفاق على المشروعات الخاصه بالطرق والكباري يعني في عهد الرئيس السيسي ارتفعت جدا، لان احنا عادة كنا بنبص على يعني سكيل ضيق شوية أو مش بنخطط لمصر الواسعة ومصر الكبيرة، كان دايما بنحل مشاكل كده بطريقة فض الأزمات. الإنفاق على هذه المشروعات بيتم إزاي؟ والعائد المتوقع منها أكيد هيبقى أكبر بكتير من الإنفاق، لكن عايزين نوضح الصورة دي للمواطنين. قول لحضرتك على حاجة، إحنا طبعا وسط الرئيس يعني أو الناس يمكن ما سألتش السؤال ده قبل كده، يعني
احنا كنا بنتكلم قبل كده ان احنا مصر والازمات اللي فيها والكلام ده كله، والرئيس بيعمل مشاريع عملاقه حقيقي. يعني احنا على فكره انا بتكلم فيه ده نقطه في بحر، يعني او بتكلم فيه ما يخص جهاز تعمير الطياره الكبرى يعني، او جهاز المركزي للتعمير بصفه عامه. لا طبعا الكلام ده بيتصرف عليه اما جزء منه من الخطه بتاعت موازنه الدوله، او من هيئه المجتمعات العمرانيه من حصيله بيع الاراضي، دي من خلال موازنه الدوله والفكر السياسي. ولكن لا تتحمل الدوله اعباء اكثر من طاقتها في هذه المشاريع، ولكن هي كل القصه ان هي توجهات صح عشان نعمل حاجه احنا بنقول تنميه، او الرئيس قالها كذا مره، تنميه مستدامه. وكلمه مستدامه دي تحتها 100 خط صح. يعني ارجو الناس تفهم الكلمه دي كويس قوي قوي، لان ليست معنى كلمه التنميه ان انا اطلع في مشروع ما وسقف وافتتح واقفله بعد ما امشي. لا طبعا، يعني مش هو ده الموضوع النهارده، ما بقاش شغل. لا بقى فعلا تنميه فعليه، احنا بنعمل عشان هدف معين عشان نشغل. والكلام ده على فكره لا يسري على الطرق القوميه فقط، في كل حاجه في كل حاجه. ويمكن حضراتكم شايفين الرئيس من يعني ليس بالبعيد لما افتتح حي الاسمرات 1 و2، وشفنا ازاي البعد مراعاه البعد الاجتماعي للمواطن. يعني النهارده ما بقاش المواطن موضوع ان انا اهدله مثلا مكان هو قاعد فيه عشان هعمل بتاعه واوديه مثلا مدينه او اوديه مكان بعيد. لا، المواطن ده مشكلته ان هو قاعد في المنطقه دي، سواء في احنا بنعمل في تل العقارب اسكان، بنراعي البعد الاجتماعي للمواطن اللي قاعد في تل العقارب في السيده زينب، ان هو عايز المكان ده. هو ممكن يكون قاعد في مكان لا يليق، ولكن هو مشكلته مرتبط بالمكان ده، هو عايز هنا ده منطقه. فبالتالي انا ببدا اطور له المكان بتاعه وبعمل له حاجه تليق بينا وبمصر وبيه هو شخصيا طبعا، ان هو مواطن له احترامه، وبنديله الشقه بتاعته، السكن بتاعه اللي يليق في نفس المكان اللي هو عايش فيه. صحيح. وده ده الفكر التطويري دلوقتي في حتى في منظومه الاسكان. طيب انا عايزه برضو اتكلم مع حضرتك على مساهمه المواطن في الحفاظ على هذه المشاريع القوميه الكبرى اللي بتخدم مش بس الجيل اللي احنا فيه، وكمان الاجيال القادمه. مهم ان المواطن يشعر بمسؤوليته تجاه هذه المشاريع القوميه اللي بتقدم ليه. بتشاركوا المواطن ازاي يا فندم ان هو يحافظ؟ يعني بالنسبه للعالم كله الهاي ويز بيبقى عليها تعريفة مرور، والناس كلها بتبقى راضيه ومرضيه، حتى الناس اللي بتعدي بشكل دايم او باستدامه بيبقى معاهم زي حاجه كده اهوت كارنيه بيسكان، وبيتخصم على طول المبلغ يعني من الاكونت بتاعه والفلوس بتاعته اللي موجوده، بحيث انه يبقى ما يتعطلش وهو ماشي على الهاي واي، وفي نفس الوقت مسؤوليته تجاه الدوله وتجاه المشاريع القوميه بتقدم. المنظومه دي حضرتك بتتم دلوقتي من خلال الشركه الوطنيه للطرق. الشركه الوطنيه للطرق دي شركه احدى او احد شركات جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه القوات المسلحه، وهي المسؤوله عن الطرق دي. الطريق بعد ما احنا يعني كوبري الفنجري على سبيل المثال بعد ما بيخلص احنا بننقل تبعيته للمحافظه التابع ليها. بيحصل تنسيق بين المحافظه وبين الشركه الوطنيه للطرق بخصوص اللي حضرتك بتتكلمي عليه. النهارده الشركه الوطنيه للطرق بتعمل منظومه كويسه قوي، يمكن شايفينها على طريق اسكندريه الصحراوي النهارده. الناس شايفه اسكندريه الصحراوي دلوقتي غير زمان طبعا. اكيد. تمام. فبالتالي المنظومه دي بتتم فعلا، ان المواطن احنا بنقول له احنا عملنا لك حاجه هايله جدا، عملنا طريق محترم، انت بتدفع مقابل بسيط قوي، مقابل اللي هو المرور الطبيعي اللي على الطريق. بتتعمل منظومه ان شاء الله هتكمل الكترونيه، عشان زي ما حضرتك اتفضلت دلوقتي ماشي بالنسبه للبوابات، ولكن طبعا بالنسبه للمناطق الداخليه اللي هي داخل المدن احنا مش هنعمل يعني مش هيبقى في تعاقب، مش هيبقى في تعريفه يعني ان واحد نازل رايح شغله هيدفع 10. لا يعني الطرق السريعه. طبعا الطرق السريعه طبعا، ولكن طبعا انا بناشد بقى المواطنين اللي هم شايفين كوبري الفنجري النهارده كبانوراما، سواء في الاضاءه بتاعته، سواء في اسلوب التنفيذ ان هو حاجه فريده يعني، وانا بدعو الناس كلهم يروحوا يمشوا عليه ويشوفوه. المحافظه عليه، المحافظه على حاجه عملاقه، الدوله بتدفع يعني مش محتاجين نقول بتدفع، الناس شافت هي عملت ايه الدوله عشان المواطن نفسه. فبالتالي طبعا لا طبعا انا بناشد المواطنين بالحفاظ على هذا المشروع الهايل العملاق، ان شاء الله يستمر ان شاء الله. في قوانين بتساعد المواطن على الانضباط، اعتقد في كاميرات مراقبه على في كاميرات الكوبري. طبعا الكوبري مزود بكاميرات، واي طرق بتتعمل جديده بتزود بكاميرات وبسيستم جديد ان شاء الله يفعل كاملا، يكون في الاخر لصالح المواطن. صحيح. باذن الله يعني. الى جانب ان هو بيظبط ايقاع المرور، في نفس الوقت كمان بيحافظ على سلامه وامن المواطن. بالزبط. يعني دي حاجه ما تزعلش. لا لا طبعا. الكاميرا تكشف لو في لا قدر الله
تعدي على الطريق، تكشف لو تعطل على الطريق، حادثه، هتساعد بشكل كبير. بالظبط، هو مزود باوناش مروريه يا فندم، لان احنا بنشوف بعض الكباري بيبقى فيها كده حارات بتركن فيها ونش او عاملين شيء. عاملين احنا بالنسبه للتخطيط السطحي معمول اماكن للمرور اللي يحط فيها الاوناش، وبرضو اثناء التنفيذ بتاع اي مشروع كباري يتم التنسيق مع الاداره العامه للمرور اللي تابع ليها الطريق او الكوبري اللي احنا بنعمله. فتم التنسيق مع الاداره العامه للمرور القاهره مع اللواء علاء متولي، الناس تعاونت معانا كويس قوي. بدانا نعمل حتى اللوحات الارشاديه او المروريه بيتم التنسيق بين الاستشاري اللي بينفذ ان هو اللي بيعمل اللوحات دي وبين الاداره العامه للمرور، على اساس ان هو اللي بيبقى معاه العلامات وابعادها واماكن توقيعها على الارض والكلام ده كله. كل ده بيتم من خلال تنسيقات، يبقى الحفاظ على كلامنا. صحيح. طيب الخدمات يا فندم المقدمه للمواطنين على شبكه الطرق او منظومه الطرق القوميه اللي بتقدم للمواطن في الفتره الحاليه، اعتقد انه الاناره مهمه، اعتقد انه الخدمات على الطريق مهمه، سهوله الوصول للمواطن لو لا قدر الله حصل له مشكله على الطريق، بتنظموا الموضوع ازاي؟ والله هو برضو يعني خلينا نتكلم كل واحد ليه الدور بتاعه. هو دور جهاز تعمير القاهره الكبرى ان هو يعمل في التخطيط والتصميم ويسلم بتاعه المشروع. اماكن الحاجات دي يعني بنعمل اماكن نقط الاسعاف، اماكن اللوناش بتاعت المرور. المنظومه بتكتمل بان الناس المنوطه بهذا الموضوع بتبدا تشوف دورها، واعتقد ان هي متفعله قوي الفتره اللي فاتت دي، وخاصه مع الطرق الجديده. لا المنظومه اختلفت يعني انا شايف ان المنظومه اختلفت في الطرق القوميه او في الطرق الداخليه. هو دلوقتي في افتتاح تجريبي للكوبري او تشغيل تجريبي؟ يوم السبت اللي فات عملنا افتتاح تجريبي للكوبري الساعه 12 الظهر، بدا اول عربيه تطلع الكوبري. بقى لنا دلوقتي حوالي يعني ده النهارده الاسبوع الثاني في تشغيل الكوبري، واشتغل بكفاءه كويسه قوي 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 الى الان الحمد لله. وان شاء الله يكون في افتتاح نهائي ان شاء الله بواسطه السيد رئيس الجمهوريه لهذا المشروع. متوقع امتى ان شاء الله؟ والله هنبلغ في ساعتها ان شاء الله، تلحقيني ونتبلغ ان شاء الله. كنا سمعنا يعني خلال هذا الشهر. يا مسهله رب. ان شاء الله. طب عايزه اسال حضرتك يا فندم على المشاريع الاخرى اللي بيقدمها جهاز تعمير القاهره الكبرى. والله جهاز تعمير القاهره الكبرى طبعا ده جهاز كبير، و المشاريع اللي بيعملها المشاريع طبعا يعني احنا بنشارك في منظومه الاسكان جهاز تعمير القاهره الكبرى، الاسكان الاجتماعي، بنشارك في منظومه الطرق، اي محطات صرف، اي حاجه خاصه بالقاهره الكبرى. واعتقد ان القاهره الكبرى طبعا يعني منطقه كبيره فيها كثافات غير عاديه. اللي انا عايز اطمن الناس بيه ان جهاز القاهره الكبرى لما بيعمل مشروع، جهاز التعمير بيعمل مشروع متكامل له ابعاد، يعني ما بينفذش المشروع. حتى من بدايه كلامي لما اتكلمت قلت لو هنتكلم عليه كمجرد كوبري انا مش يعني هو كوبري، لكن لا. فبالتالي احنا بنعمل مشروع ليه ابعاد، ليه ابعاد استراتيجيه، بنعمل مشاريع قوميه بمستوى الحمد لله عالي قوي قوي قوي. بنشارك حتى الجمعيات والنقابات، احنا بنعمل نقابة التجاريين اسكان اجتماعي في القاهره الجديده ليهم. فيعني في جميع المجالات جهاز تعمير القاهره الكبرى موجود وبيشارك، وربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. لا في اختلاف بين يعني اللي حضرتك ذكرته ان دي مشاريع يعني قوميه او نطاقها واسع، وبين هيئه الطرق والكباري مثلا ممكن تعمل كوبري فقط كوبري. بصي المنظومه متكامله. المنظومه متكامله. طبعا الطرق والكباري ليها شغلها، القوات المسلحه ليها شغلها، جهاز التعمير ليه شغله، كل من يكلف من القياده السياسيه بانه ينفذ مهمه معينه هو بينفذها. في الاخر لا تعارض، يعني سواء انا عملت طريق فبسلمه للهيئه او القوات المسلحه نفذت، احنا في الاخر كله يعني مفيش تعارض، مفيش حد بيعمل حاجه لنفسه، يعني هو في الاخر مين بينفذ، مين هيقفل عليه وهيربط عليه، مش هي دي القضيه، لكن في الاخر المنظومه واحده. اصل ده ما كانش يعني المفهوم ده ما كانش موجود الاول. لا لا خالص. مفهوم الجزر المنعزله هو اللي كان سائد يعني. لا لا خالص خالص نهائي نهائي. يعني نظر يعني احنا نطمن دلوقتي ان الرؤيه اختلفت يا فندم، وبقى في فكر جديد ورؤيه جديده انه تضافر الجهود ما بين شتى الجهات تقدر ان هي تطلع خدمه مميزه للمواطن. اعتقد الناس شايفه. اعتقد الناس شايفه. وبعدين كنا زمان او الفكر القديم ان احنا بنقول يعني ايه هنعمل كذا او هنقول كذا. النهارده الناس بتفاجئ انه اتعمل. كما لو انه خيال علمي يعني، يعني هو اتعمل امتى الكلام ده؟ لا يعني هو النهارده ما بقاش الكلام يرتقي لكونه كلام، لا ده احنا عدينا المرحله دي، في تنفيذ على الارض، في واقع بيتنفذ، واقع احنا بنقوله ملموس.
لما بنقول ربط عمل طرق عرضيه لجمهوريه مصر العربيه بهدف 1 2 3، الكلام ده بيتنفذ فعلا وفي القريب العاجل الناس هتشوفه يعني إن شاء الله. يعني بنسبه التنفيذ تجاوزت 80 و85% حاليا يعني، فان شاء الله في اشهر قليله. وقلت الهدف الاستراتيجي او الهدف القومي من الموضوع اللي احنا بنقوله ده، وكده ربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. معلش احنا لازم نختم مع حضرتك، بس برضو يهمني ان الساده المواطنين يعرفوا خطه العمل ابتدت وخلصت في خلال قد ايه، فرص العمل اللي توفرت للناس اللي اشتغلت في كوبري الفنجري، والفرص المتاحه بعد كده كمان في شبكه الطرق ممكن تبقى ايه، لانه احنا بنتكلم انه في ناس شغاله على قدم وساق، شغاله بتلحم الليل بالنهار، وفي ناس تانية قاعده تنتقد، ما بتعملش حاجه غير انها تنتقد. فخطه العمل مشيت في خلال قد ايه وشفنا كوبري الفنجري قدام. كوبري الفنجري تم تنفيذه، بدأنا أول حاجة فيه من سنة ونص بالظبط، أو أقل من سنة ونص، وكان مخطط ليه إنه يخلص في الوقت ده. قابلتنا معوقات رهيبة جدا، لأن طبعا حضرتك عارفة إنك لما تشتغلي مشروع في منطقة وسط القاهرة فأنت عندك مشاكل كتيرة قوي. عندك مشاكل مرافق، سواء مية، شبكة صرف، تليفونات، غاز، كهرباء، الكلام ده وانا على اعماق من الارض. القاهره الكبرى عامه المنطقه قديمه قوي، فبتلاقي المرافق بتاعتها ممكن حاجات في مركز المعلومات قديمه. لما بنبدا نحفر عشان نعمل قواعد الكوبري او الكلام ده كله، بيبقى عندنا مركز المعلومات مدينا معلومات، ولكن اثناء التنفيذ كاسبل احنا طبعا بنفاجئ، فبالتالي بنعمل تحويلات للمرافق دي. لك ان تتخيلي تحولات المرافق دي رهيبه، لان انا النهارده شغال في منطقه سكنيه امتداد رمسيس او المنطقه اللي هناك، ما ينفعش اقطع عنهم الميه، ما ينفعش اقطع عنهم الكهرباء، وفي نفس الوقت المفروض ان انا اعمل تحويلات للمرافق دي عشان قواعد الكوبري. الموضوع كان فيه اثناء التنفيذ عقبات رهيبه جدا جدا، تغلبنا عليها وطلع في الوقت دون بالاسلوب اللي الناس شافته. لا طبعا المشروع اثناء التنفيذ، وعلى سبيل المثال يعني حتى في الوقت الحالي احنا بنعمل نفق مراد حاليا، نفق شارع مراد. تتخيلي حضرتك انت عندك مرافق مثلا اللي عند جنينه الحيوانات وعند السفاره وعند مديريه الامن، الكلام ده كله احنا بنتكلم في منطقه النهارده المرافق بتاعتها ممكن تتجاوز ال 300 سنه حقيقي، ماشي؟ وانت النهارده بتكشفي عشان تعملي نفق، فانت بتفاجئي بالحاجات دي. فبنعمل تحويلات للمرافق دي مع التنفيذ، يبقى الجوده مع الوقت مع التكلفه. والعظيم برضو يعني شهاده حق انه اول ما بيتم انجاز او الانتهاء من عمل ما في هذه المنطقه اللي عند شارع مراد، كان الشارع لم يكن، كان ما كانش فيه اعمال ولا اي حاجه، الطريق متسفلت. انا بوعد الناس في نص السنه ان شاء الله ان السطح هيكون شغال بالكامل، ان شاء الله السطح كله هيكون شغال، الصاج بتاع المقاولين العرب الناس ده كله هيتشال، وهنبدا لو في شغل هيبقى تحت الارض محدش هيحس بيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا اللواء المهندس محمد الكلاني رئيس جهاز تعمير القاهره الكبرى، بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لحضرتك. اشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. لسه فقرات متواصله مع حضراتكم، وبعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي مع دور الفن في مكافحه الارهاب والفكر المتطرف. الفن لا شك ان هو بيرتقي بمشاعر الانسان وبيقضي على اي احساس بالاكتئاب او بالكراهيه او بغيرها من المشاعر السلبيه، وبيضع مكانها مشاعر ايجابيه واقبال على الحياه وحب ليها. ازاي الفن هيواجه الارهاب؟ ده موضوعنا مع الكاتبه مجاعة عاشور والمطربه عزه بلبع بعد الفاصل.